وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما احنا متعودين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا، وكمان بناخد جولة جوه الاكاونتس بتاعتهم في كل الابليكيشن بعد طبعا تألقها في مسلسل كامل لعدد بلس 1 في رمضان 2024، واللي حقق نجاح كبير جدا وتصدر السوشيال ميديا في النص الاول من رمضان. وهي كمان بتحتفل دلوقتي بنجاح فيلمها الجديد شقه اللي اتعرض في العيد ولقى اعجاب من الجمهور واقتربت ايراداته لاكثر من 40 مليون. دينا الشربيني من عشاق التيك توك، عشان كده هنبدأ بيه، وتقريبا كل يوم لازم تنشر فيديو ليها على التيك توك. بيتابع دينا الشربيني 1,500,000 فولور، وهي بتتابع 18 اكاونت منهم هشام ماجد وياسمين الرئيس، وحققت 4,200,000 لايك لحد دلوقتي. من التيك توك للانستجرام بيتابع دينا الشربيني 12 مليون فولور، وهي عامله فولو ل 622 اكاونت. نشرت لحد دلوقتي حوالي 592 صورة وفيديو. تعالوا نشوف الصور والفيديوز دي عبارة عن ايه. طبعا زي اي فنان بتنشر فيديوز وصور لبوسترز وكواليس اعمالها، ولقينا انها نشرت اكتر من 50 صورة لاعمالها. دينا بتتميز جدا ببساطتها في الستايل بتاع لبسها، ولاحظنا انها بتحب اكتر لونين في اللبس، الابيض والاسود، واحيانا الوان مبهجة زي الاورنج والبينك. دينا الشربيني نشرت اكتر من 40 صورة ليها لاطلالات في مهرجانات سينمائية، ودايما اختيارات فساتينها بتلفت الانظار. دينا الشربيني بتهتم جدا بلياقتها البدنية وبتحب الرياضة جدا، ونشرت فيديو ليها وهي بتلعب رياضة وحقق مليون مشاهدة على الانستجرام. دينا الشربيني عندها على الفيسبوك اكتر من 5 مليون فولور، واخر فيديو نشرته كان كواليس مسلسلها الجديد كامل العدد بلس 1، والفيديو ده حقق اكتر من 500,000 فيو. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.